هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فيديو اليوم فيديو تنسيقات الدوام، ونرد على الكومنتات اللي تنكتب باليوتيوب. اول شيء بقول لكم، حاولت اني انا اسوي شعري بالطريقه اللي قلت لكم عليها، اللي شاريت لها الستريتنر، هذا اللي طلع معي. بس هو ترى ساير، يعني اللي عطى الستايل ان انا رشيت سولت سبراي فعشان اوقفه، عرفتوا؟ بس هي الفكره انه يكون كذي. بس هو ما ادري، ما حسيت انه ضبط نفس البنيه اللي شفتها. وفي بنات بعد دزولي اللي هو الفير التكسير، وهو انا عارفه اللي قصدكم عليه، يعني حلو التكسير، بس هي ما كان شعرها مكسر وايد. يعني لو اسويه بالتكسير راح تصير وايد مكسره. هي كان شعرها انه طايح، بس انه في شيء طقه، يعني عرفتوا؟ بس احس يمكن لان هي شعرها خفيف، عرفتي شعر الاجانب شلون لما يصير شيء، يعني مو وايد، يعني عرفتوا؟ فانا احس انه ساير وايد. هي يمكن لانه خفيف، فصار لما صار شعرها شكله اكثر صار حلو. فما ادري، بس يعني هو كذي الفكره. بس احس لو انا حتى ما استخدمت الستريتنر، بس حطيت سولت سبراي، راح يكون شكله كذي. يعني ما حسيت ان الستريتنر سوى شيء، ما ادري. المهم خلينا نبلش احنا بالفيديو مالنا، وخلينا نشيل الشعر عشان لا يؤذيكم واقعد العب فيه وايد. ف انا راح اتم احاول يعني صراحه لين اوصل حق اللقطه اللي ابيها، يعني بس يلا مو مهم. المهم خلينا نبلش بكومنت، بعدين نبدي باول لوك. اوكي، في كومنت هي كاتبه: جايز شنو تسوون لو عندكم فرشه فيها من صابين، شلون توقفونها لانها تخاف انها تتوسخ؟ انت قصدك فرشه يكون فيها صابين نفس كذي؟ شوفي، انا دائما افضل اذا مثلا قاعد استخدمها بالبيت ان انا احط كلينكس واحطهم كذي. بس اذا انا بسافر اخذ هذه من شي ان تنباع بامازون. شنو اسوي؟ بس اخلي صوب، يعني مثلا الصوب الكبير، او خلينا نقول اي صاب الكبير، ادخلها كذي، خليها كذي، واكفيها بالجنطه مالت الميك اب، او حطيها بالجنطه. يعني عشان تقدرين تحطين صوبين، بس انا احس انه ما له داعي. هو بس احتاج صوب واحد عشان انها شي توقف، يعني عشان الشعر ما يتبطل، عرفتي؟ فهذولا تاخذينهم من شيئن او من امازون. وبعد سيفورا عندهم فرش يصير فيها كفر بلاستيك، هما وايد حلوين. بس مشكله اذا باخذ كل الفرش كذي راح يصيرون وايد كبار، ما اقدر ان انا احطهم بجنطه الميك اب، يعني عرفتي؟ فاحس هذا الحل انا يعني حسيته مناسب. فما ادري، جربي شوفي اذا يعجبك او لا. لان مثلا اذا وقفتيها هي ما راح، يعني هي ما توقف، بس ان هما ما يعني الشعر ما يحوش الجنطه، فما ينتفش الشعر مالها، يعني عرفتوا؟ فاحس هذا ممكن الحل يساعدك. انزين، في كومنت: سمر ممكن تنزلين لنا ميك اب مجربته للسباحه ويبقى يعني حمره وقلم حواجب كذي؟ شوفوا، ميك اب حق السباحه، يعني مثلا حق البول كذي، انا ما احط ميك اب. بس مثلا الاشياء اللي احطها واحسها زينه، يعني اللي هي الحمايه، مثلا ممكن تحطين اللي فيها تنت. انزين، انا احط الحمايه صراحه ما بدون تنت، يعني انا ما احب شكل الميك اب بالسباحه يعني. وحطي تنت الشفايف، تنت الشفايف اللي احبه مال امازون الابيض، راح احط لكم لينك حقه ان شاء الله بالفيديو هذا اذا ما نسيت. انزين، تنت هذا وايد حلو، لانه يتم يعني اطول تنت جربته يتم فتره طويله. قلم الحواجب انا يعني ما ادري ما احط، بس انا احب اقلام الحواجب مالت انستازيا، كوساس، ماك الجديد، بس كلهم يكونون المايكرو الوايد صغير، يعني احطه وتحطين مثلا جل حواجب. بس ما ادري اذا راح يثبت بالماي او لا، عرفتوا؟ في اشياء تكون مخصصه حق كذي، بس انا ما افضل بنات، يعني اصلا الحواجب لما تسوينها وانت مو حاطه مكياج ترى شكلها يصير وايد بولد، فما يكون وايد حلو. بس انا يعني اذا تبين نصيحتي، حطي مسكره حواجب جل، لانه حتى اذا راح ما راح يخرب شيء يعني بوجهك. وحطي حمايه فيها تنت، عندك مثلا كوساس حلوه، عندك مالت درينك اليفنت هم، التنت اللي فيها وايد خفيف، يعني بس انه يصير كنا بس في انه طبقه، يعني عرفتوا؟
عندك اللي هو التنت الحمراء مال امازون، وانا شفت بنات يحطونه على خدهم بعدين يشيلونه، عرفتوا التنت الازرق اللي بعدين تقشرينه، انا شفت بنات يحطونه على خدهم ويشيلونه، فانه يصير شيء بس ما جربت، بس جربي يعني. انا احس هذا التنت حلو، وجل حواجب مثلا عندك ريف بيوتي حلو، عندك اتوقع انستازي الجديد انا ما جربته بس احس انه هو حيل يمسك، فعند جربي هذا. وهمن ماك الجديده اللي فرشتها لونها اخضر همن هذا حلو، فجربي هذول. واكيد اذا تبين ماسكارا جربي ماسكارا ووتر بروف. اليوم اللي انا حاطتها او يعني انا مو حاطه رموش، حاطه ماسكارا، عرفتوا؟ هذه شفت هم من تيك توك وايد سايره فايرل، ان هي يقولونها ووتر ريزيستنت يعني انها ضد الماء، بس انا ما جربت انها تكون ضد الماء او لا، بس انها هي حلوه صراحه يعني، كوت واحد وايد رفع الرموش. راح اكتب لك اسمها لان ما ادري شنو اسم المسكرة. وشنو بعد؟ اوكي سؤال بعد كان عن الجينزات، ان سمر الجينزات تغسلينهم وتكوينهم غساله اوتوماتيك ولا كوي بخار ولا غسيل مصبغه عشان نحافظ عليهم سنوات مع كثره اللبس. وفي بنات رادين عليها ان صح الجينزات تصير يعني تشهب، وكاتبين ما ادري ليش. شوفوا الجينزات انا او غير جينزات، انا كل هدومي صراحه اوديهم مصبغه، يعني انا اخاف اغسل بالبيت، اغسل بالبيت فوط بجايم ادلاقات شراشف، هذه الاشياء اللي اغسلها، بس هدوم ما اغسل يعني، حتى هذا هودي مال البيت هم ما اغسله، كل اودي مصبغه اودي دراي كلين، لان اخاف عليهم وانا احبهم، واحس الغساله يا ربي ما تطلع الاشياء يعني تطلع مضبوطة، مع انه والله في وايد بنات يغسلون وشكل الهدوم ما يخترب، بس انا ما اعرف يعني ما ادري. حمد يغسل تيشيرتاته، بس احس انه هم ما تكون وايد يعني تروح زهوتها، فما ادري، فكله انا افضل الدراي كلين بالمصبغة. واذا بتغسلين جينزات هم من شفت مرة واحدة تقول ان قلب الجينز يعني لما تحطينه بالغسالة لا تحطينه عند القلبي، بعدين حطيه بالغسالة وشطفيه بماي بارد، بعدين بطلي يعني تقول ان المفروض انه يكون زين، بس انا ما جربت يعني، بس اتوقع انه ممكن صح انه لو قلبناه ممكن إن هذا. بعدين انا ان جينزاتي يعني يعني الجينز ما اكده وايد، عرفتوا؟ اللي احبه حيل واكده وايد اوديه مصبغه يعني، فاخاف اجازف فيه. اوكي الحين خلينا نبلش باول تنسيق حق يوم الاحد. اوكي راح البس بنطلوني لفرانكي الاسود اللي هو الكارغو، هذا من زمان ما لبسته، مع اسود ابي كذي اسود باسود، وبحط له حزام وكذي مثلا جولد تشين كبير، ويمكن الجنطه الكلتش الشانيل مع احس مع جوتي رياضه، هو حلو اكيد مع كعب، بس احس مع جوتي رياضه هم راح يصير عشان يعني يصير الشكل سبورت شيك، عرفتوا؟ لو لبست كعب راح يصير شكلي يعني كذي، انا ما ابي بالدوام هذا، ابي اكون لا يعني حزام واكسسوارات ونظاره وحركات، بس جوتي الرياضه شويه يكسر، عرفتوا؟ فما يصير شكلك يعني اللي وايد مشتطه، وما يصير هم شكلك وايد سبورت، عرفتوا؟ فاحس اللوك يصير حلو، وانا وايد احب اللي هو اسود باسود ابيض بابيض، يعني احب احس انه ما احتاج اني افكر وايد يعني، دائما يطلع شكله مرتب، فاحس هذا حق يوم الاحد. يوم الاثنين ابي البس هذه لانه وايد مشتطه عليها، هذه بنات من الموقع ما التيشيرتات ترى كلهم يونيكلو، التنوره سويت لهم اعلان تيك توك شنو كان اسمه؟ دبل وايت سولز، حتى لو مسوين لي فولو بتيك توك وروحوا سووا فولو بتيك توك راح اطلع لكم الاسم مال تيك توك، وايد سويت له يعني وايد جربت اشياء منهم وكلهم بنات حلوين، كلهم حلوين صراحه. فهذه هي بعد هي معاها جاكيت، بس انا بلبسها مع تيشيرت كذي مع جوتي رياضه، احس راح يصير الشكل هم نفس الطريقه اللي هو السبورت شيك، وهذه وايد عجبتني الديتيلز اللي فيها، يعني سايرة مو وايد بيسك، سايرة فيها حركة، عرفتها؟ فهذا حق يوم الاثنين، هذا يوم الاثنين. خلنا ناخذ الحين بعد كومنت.
اوكي سمر تبارك الرحمن، بشرتك لونها موحد ما فيها تصبغات، ممكن تتكلمين لنا عن عنايه ببشره جسمك ولو تسوين رياضه او شيء، لان جسمك مرتب مو نحيف ولا سمين والخصر مرسوم ما شاء الله. اوكي شوفوا انا سويت فيديوهات اللي تكلمت فيها عن سكين كير مال البشره يعني مال الوجه، حق الجسم كنت هم اسوي فيديوهات اللي هي المفضلات ملوتي اقول فيها شنو الاشياء اللي انا افضلها يعني حق الجسم. حق الجسم بنات انا ترى ما اسوي اشياء واو، انا اتسبح ومرتين بالاسبوع او مره بالاسبوع اسوي صنفره حق الجسم. الصنفره اللي احبها اللي هي امبيريوم، هذه موجوده بهوم اوف بيوتي، وعندي كود خصم اللي هو SR77 راح احط لكم اللينك بعد. هذه الصنفره اللي حاليا يعني صار لي فتره طويله ما قاعد اغيرها لانها وايد ناعمه، تنظف وتشيل الصراحة الجلد وفيها وايد زيت فوايد ترطب، فأنا وايد أحب هذه. وبالأيام اللي ما يعني لأن لما أحطها ترى ما أحتاج إن أنا أدهن وراها يعني عرفتوا يعني، بس أحط عادي العطور وخلاص يعني، هي وايد فيها زيت فتحسين الجسم رطب. بالأيام اللي هي يعني ما راح أستخدم فيها الصنفرة أحب البيبي أويل بأي نوع، يعني أكثر شيء أحبه اللي هو الفازلين الجل عرفتوا يعني، واحطه شلون طريقتي يعني ما اطلع برا لان شوي يصير مدبق، لا وانا داخل الشاور قبل لا اتنشف احطه هو شي هذا الجل وادهنه كل جسمي، بعدين اتنشف بالفوطه اطبطب عليه لانه هو شوي يدبق يعني عرفتوا، بس لما تسوين هالحركه ما تحسينه يدبق وايد، ولما ترشين عليه العطور مالت الجسم تمسك. فصراحه هذولا بس اللي يعني اللي انا احس انه هم يخلون الجسم يعني في طري وفي لمعه وكذي. متوحد او مو متوحد صراحه يعني انا احس ان الاستمرار مع الصنفره يوحد اللون، وبعد لما اسوي تان انا احس بعد اللون يتوحد يعني يصير شيء شكله حلو. فهذه عنايتي بجسمي يعني، بس انا استمر على صنفره زينه وهو الترطيب القوي حق الجسم يعني. وكنت شاريه بعد سيروم مال الجسم من شانيل اللي هو شانيل نمبر 1. هذا صراحة ما أحطه على كل جسمي، بس يعني أحطه عرفت اللي هي الديكولتي أريا هذه، بس هذا يعني أنا ما صار لي فترة طويلة معه فما أدري إذا هو فعلاً قاعد يسوي شيء أو لا، بس يعني أنا خذيته زيادة دلع يعني عرفته إنه كذي ينرش وترشينه على الرقبة وهذه المنطقة اللي هني، فحسيت إنه سيروم فيعني الفكرة حلوة إنه سيروم حق جسم. وبعد إذا تبين كريمات سول دي جينيرو وايد حلوة، هذول أنا وايد أحبهم. فهذول يعني ككريمات استخدم هذولا، بس اكثر شيء انا اللي داخل الشاور يعني انا احب لما اطلع من الشاور خلاص بس ارش عطر وديودرنت واحط سكين كير وخلاص يعني عرفتوا. فهذه هي صراحه عنايتي بالجسم. اوكي بنات اللي يعرف سمر وين مسوي اظافرها يقول لي بليز. بنات انا وايد تكلمت عن موضوع الاظافر اسويهم برشن بيوتي، وصورت لكم بعد وين مكانه بالسالميه على الدوار، فلو تشوفين شنو سويت هالاسبوع وتشوفين هالفيديوهات راح تشوفين وايد ان انا مصوره وحاطه الاكونت مالهم وارقامهم وكل شيء. وهو اسمه رشن بيوتي، هم يستخدمون طريقه اللي هو الرشن تكنيك حتى اللي يسوون روسيات، فانا وايد احب يعني دائما اروح لهم وتنظف عدل وتسوي لي جل وكذي يعني جلش اللي احب احطه وكذي. فيا انزل في سؤال غريب يعني، بدنا تجربتك بالسرقة بالمطارات وشنو لازم نعمل مشان ما ننسرق؟ أنا ولا مرة انبكت بالمطار صراحة يعني الحمد لله الحمد لله، ولا مرة حاشني إن أنا انبكت بالمطار يعني. بس يعني إذا تبين نصيحتي حرصي على أغراضك أشيائك الغالية حطيها دائما بالجناط اللي معك. دائما إذا أنت لابسة مثلا كروس خليك لابستها، لا تقطين وايد الجنطة مثلا بأي مكان يعني، دائما حرصي خلي اغراضك معك. اذا تبين تسافرين ووايد تحاتين لا تاخذين اشياء تكون وايد غاليه معك. فماكو يعني انا الحمد لله ما صار لي موقف كذي. بس انت يعني زود حرص، دائما عينك على اغراضك وخلي اغراضك الثمينه دائما معك يعني لابستها. واذا لابستها على جنطه مثلا وايد يعني انا بلندن شنو اسوي؟ البس كروس والبسها تحت الجاكيت او البالطو عرفتوا يعني احطها بعدين جنطتي بعدين البس البالطو من فوق، ما تكون الجنطه فوق البالطو تكون تحت البالطو، فلما اصك البالطو ما تبين اصلا الجنطه عرفتوا. حتى مثلا اذا لابسه اساور ولا ساعه دائما كم لابسه كم
اذا دشيت على سيلفريدج وهاردز ولا بالمطعم كذي اسوي، فتبين يعني الكشخة اللي ابيها. بس بالشارع بالتاكسي باي شيء على طول منزله شمومي لابسه بالطو، كل شيء من خش تحت البالطو ما يبين يعني، عرفتوا يعني لا تجذبين النظر، عرفتوا؟ فيا الحين وصلنا يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء ابي البس هذا هم الفرانكي نفس الاسود بس هذا البيجي. اسم البنطلون ميسه، ميسا اتوقع اسمه، ميسا ميسا شيء كذي، اللي هو الكارغو مالهم. وايد حلو بنات، من زمان عندي وايد البسهم، ابي البسها على كذي. شوفوا هذه القطعه انا جبتها من شي ان، راح تشوفون الانبوكسنج بعدين لان الانبوكسنج من ضمن الفيديوهات اللي ما اقدر انزلهم الحين. بس هي هذه شفتها بشي ان صراحه وايد عجبتني، يعني هي كذي بس كذي قطعه وتنحط. هذا لحظه هذه مقلوبه، يعني راح البس يا هالتيشيرت يا شو يسمونه يا قميص او شيء، وبس هذا تحطينه كذي عشان تصير يعني كأنك حاطه سويتر على كتفك، عرفتوا؟ فاحس حلوه كذي، يمكن مع جنطه مونوغرام الفي شيء كذي بني او بيركن الجولد. ف يا والتيشيرت هم يونيكلو، احلى تيشيرتات بنات يونيكلو ترى. اوكي فشنو فقلنا هذا بنات قياسات البنطلونات هذول سمول، لان في بنات بعد يسالون ان قولي لنا القياس، فهذول البنطلونات سمول فرانكي. اليوم اللي بعد اللي هو يوم الاربعاء، من زمان احس ما لبست بليزر وكحلي، هذا انا وايد احبه من زمان عندي وكذا مره لبسته، يعني مو يعني من الاشياء اللي كديتها صاير كذي كحلي وفي خطوط يعني، عرفتوا؟ بس عشان الاضاءه. انزين راح البسه مع جينز، بس الجينز اللي ابيه بالمصبغه، فاكيد راح احط لكم كليب تشوفون الشكل. ابي الجينز الواسع اللي يصير كذي يعني مريح وما يكون وايد ماسك، مع تيشيرت ابيض وهذا، واحط يمكن اخذ الجنطه البيكوتان. فيا احس راح يصير حلو ومرتب وهم من سهل، واذا ابي افسخ الجاكيت اقدر افسخه واتم بالتيشيرت وكذي، فاحسه حلو حق يوم يعني الاربعاء. ناخذ كامل بعد. ما شاء الله سمر تستخدمين منتجات بشره كثير وتجربين جديد كل شوي، شلون بشرتك تتاقلم بسرعه مع التغيير؟ واحده قالت لها صح لاحظت هالشيء ما شاء الله. اوكي شوفوا انا اشتري وايد بس انا ما استخدمهم على طول، يعني انا ما استخدم شيء جديد الا لما اخلص الثاني. يعني انا اشتري لان احب اشتري من السفر، يعني احب اتسوق، احب مثلا لما اشتري من برا مرات تكون المنتجات ارخص، يكون عندهم لاينات مو نازله عندنا للحين. فيعني ترى انا للحين عندي يمكن لاينين كاملين للحين ما انفتحوا، عندي من فلورغا وعندي من شانيل، للحين في اشياء مسكره يمكن بيصير لهم 4-5 اشهر موجودين، بس يعني كله انا اسوي يعني اخلي ستوك عندي، عرفتوا؟ فمثلا اخلص اللاين واللاين تقريبا يقعد معي يمكن 3 اشهر، مرات 4 اشهر، مرات 6 اشهر. عشان كذي ما تشوفون في ترى وايد فيديوهات ان انا قاعد اسوي ريفيو عن بشره او انه يلا نجرب شيء جديد، ترى مو وايد، عرفتوا؟ يعني بين وين بين فتره وفتره يعني اكون خلصت. يعني انا للحين على اوغستين بدر ما خلصته، اتوقع يبي لي يمكن بعد شهر راح اخلصه وراح ابلش بواحد من الاشياء اللي شريتهم. فانتوا تشوفوني اشتري وايد بس انا ما استخدمهم يعني كلهم مع بعض، خاصة مثلا كريم العين، مثلا هايلورانيك اسيد، فيتامين سي، يعني فيتامين سي انا للحين ساندي رايلي ما خلص، الهايلورانيك اسيد مال فلورغا للحين ما خلص، السيروم مال اوغستين بدر، كريم العين مال اوغستين بدر، هذول كلهم للحين ما خلصتهم. قبلها كنت مستخدمة اللي هو كوديلي، خلصت سيرومين مع الكريم والغسول وكذي، وبعدين سويت ريفيو عنه وبعدين بلشت اوغستين بدر يعني وكذي. فانا اشتري وايد بس ما استخدمهم، ممكن اذا شيء ما يتعارض ادخله. يعني مثلا لما شريت اللي هو ذا اوردينري الوردي اللي هو ينحط نفس حمايه حق الوجه قبل لا تحطين اي شيء، يسوي اللي هو السكين بارير، هذا انا دخلته بينهم لانه هو لا هو هايلورونيك اسيد لا هو ريتينول لا هو فيتامين سي لا هو كريم عين، عرفته؟ وعشان كذي دخلته. بس فانا دائما اوكي اشتري بس اخلص السكين كير مالي هذا كامل بعدين ادخل شيء جديد. وهي ترى البشره تتاقلم لانه هو راح يبين اذا في رياكشن من اول شيء، يعني من اول ما تحطينه راح يبين يا يعني يتحسس يا تصير حمراء يا تحسين بحكه، فخلاص اوقفه.
بس الحمد لله يعني انا ما صادف معاي الناس واستخدمت شيء يسوي لي رياكشن او شيء كذي، عرفته. ممكن مثلا حمايه مالت الوجه مثلا لما تخلص اغير. يعني انا تميت ترى مده طويله على لرش بوسيه، من متى يعني يمكن سنه وانا استخدمها، لين بعدين خلاص مليت وانا استخدمها، مع ان للحين عندي بطلين مسكرين لان حاط يعني قاعد شريتهم من باريس وكنت حاطتهم يعني ان اكسترا يكونون عندي. رحت على اللي هي هذه جونسون شي شي جونسون ما اللي قلتوا لي عليها، جربتها الحين خلصت، فاقدر ان انا ارد افتح لي بطل من هذول مالوت لرش بوسيه، عرفته. فهي هذه طريقه يعني، بس انا ما استخدم كل شيء مع بعض يعني، لا اخلص وابلش اخلص وابلش كذي يعني. اوكي سمر يعطيك العافيه، الله يعافيك. من وين الحلق تبعك اللي كانها سلسله طايحه اللي هي هذه؟ هذه بنات من ايدل او ايديل، بس اتوقع ايدل. انا شاريه بس التشين، الهوبس هذول اللي هني هذول مرياتاش، هي تنباع بدون الهوبس ويجي معاه يعني، مو يجي معاها، تقدرين تطلبين معاها اللي هي الدوت اللي هي هذه اللي هي الفصه. بس انا ما ابي، انا هم من هذه ماخذتها من ايدل وايد احبها، بس انا كنت بس ابي التشين، هي ذهب ابيض وفيها دايموند ثنتين، وركبتهم على الهوبس ملوتي ملوت مرياتاش هذول اللي هم الصغار. فيا فرشتك اللي دمجتي فيها البلاشر والكونسيلر مره حلوه، من وين ماخذتها؟ انت ترى مو متابعتني، هي هذه هي اسمها بيتشز اند كريم، هذه خذيتها من فوغ كلوزت، سويت لها انبوكسنج تكلمت عنها وايد ودخلتها حتى بفيديو احسن الفرش ملوتي. انا ماخذه منهم، هم اللي موجودين بالموقع ثلاثه، انا ماخذتهم ثلاثتهم، واحده كونسيلر وبلاشر اللي هي هذه، وواحده الكبيره حيل حق فاونديشن، واللي اصغر منها حق كونتور. ثلاثتهم بيرفكت، ثلاثتهم حيل انصح تاخذونهم، اسعارهم حلوه والدمج مالهم وايد حلو، ما تحتاجين بيوتي بلندر. يعني اللي قاعد افكر اخذ لي بعد زياده منهم اخليهم يعني، لان انا لما احب شيء شي لازم اسوي ريستوك، عرفتوا. فيا قلت لك فوغ كلوزت اسم البراند بيتشز اند كريم. شنو نوع رموش الطرف اللي استخدمتيهم؟ انا اغلب رموش الطرف اللي استخدمهم اللي هم ريد تشيري. اي نوع تبينه عادي قصي، واي رمش اصلا عندك قصي الطرف وحطيه، ترى هو يعني ما فيهم وايد زود، بس انا احبهم لانهم خفاف يعني. يمكن انت لما تستخدمه ممكن ما يعجبك لان كنا مبين انه ماكو شيء، بس انا احب كذي لان انا ما ابي سماكه الرمش، انا بس ابي رمش عشان احط صمغ والزق رمشي، لان عيني الرموش هني نازله، فلازم شيء افتح فيه العين شيء، عرفته. عشان كذي ان انا احب احطهم لانهم خفاف حيل. هم ريد تشيري هذه الماركه. اوكي سلام عليكم سمر، لما تحطين الباودر اكثر من مره هل يصبح الوجه كيكي؟ كيف يكون مرتب؟ تبارك الله. شوفي ما يصير، لان البودر اللي قاعد استخدمه مو ثقيل. متى يصير الوضع يعني ان تحسينه كيكي كذي؟ يصير لما ما تكونين اساسا دامجه عدل الفاونديشن. اوكي يعني تليفون زيونه دقت. انزين اي، فكنا قاعد نقول لما تدمجين الكونسيلر والفاونديشن عدل، انزين، وحطي سيتنج سبراي، اذا انت تواجهين هالمشكله اكثر من مره يعني حسيتي شيء، حطي سيتنج سبراي وهم دمجي دمجي دمجي، خلي شويه نطر دقيقه خل تتشرب البشره. لما تين تحطين الكومباكت باودر او اللوس باودر هم خفاف، يعني الكومباكت باودر اللي انا استخدمه مو ثقيل، يعني حتى هالمنطقه هذه اللي عندي هني احطها لوس باودر، بعدين الكومباكت باودر اللي هو يصير على باجي الوي. جربي مال اور جلاس الجديد، وايد وايد حلو يعني، حيل خفيف، مو يطفي بس ما يسوي كفر وايد قوي، فما يصير هذا يعني كيكي او شيء كذي، لا ما يصير. حتى لما اخذ مثلا معي بالجنطه اخذ مالت نارز المدوره هذه السوداء، عشان مثلا تحت العين مثلا مرات اطبطب هني هني، هذا اللي يلمع عندي هني، فهم يكونون وايد اساسا خفاف يعني، عرفتي؟ فما يصير، لا المفروض انه ما يصير. ورطبي دائما عدل قبل لا تبلشين ميك اب، رطبي وجهك عدل، نطري على السكين كير خل تمص البشره، بعدين لما تحطين يعني اخلي وقتك وانت تمكيجين، لما تحطين الكونسيلر الفاونديشن هم نطري عليهم، تتشرب رشي فيكس بلس نطري عليه، بعدين بلشي حطي وحطي. ترى جربي هدى بيوتي اللوس باودر، احس انه يعني هو ابدا ما يصير كيكي، يصير وايد صراحه وايد حلو. فجربي ثبتي حتى وجهك كله بلوس باودر يعني مو كومباكت باودر، وجربي شوفي اذا شنو يعني شنو يصير معك. اوكي الحين خل ناخذ اخر
لوك اللي هو لوك الخميس، راح البس جينز اللي يكون كذي من تحت، احس حلو من زمان مو لابسته، مع جوتي يمكن البس الجوتي الارمز السنيكر مع هذا. هذه انا كنت ماخذتها من امازون بنات تذكرونها، كنت شاريتها مع بنطلونها، لبستها مره كامله مع البنطلون، الحين ابي البسها مع جينز، فراح البس توب ابيض والجينز مع جوتي الرياضه. وجوتي الرياضه يعني بنات انا جواتي الرياضه اللي البسهم حق دوام يكون شكلهم رسمي، يعني مثلا الارماز مكويل مثلا، مرات يعني مثلا هذا احس شوي ابي شيء شي فانكي او شي، فيمكن البس اللي هو الفالنتينو اللي يصير كذي بلكي هيوج، بس استل ساده يعني ما في اللويا اللي وايد اللي يصير شكله كأنه مو مال دوام يعني، عرفتوا؟ فخاصه اذا انا لابسه جينز مثلا ما يصير البس معاه نيو بالانس ولا نايكي، احس شكله راح يصير يعني كنا وايد سبور، فمثلا اذا كذي وراح يبين الجوتي لان هذا البنطلون قصير، فافضل مثلا البس المكوين، البس البوتيجا، البس مثلا الارمز، احس يصير احلى، عرفتوا؟ اذا لابسه جينز مثلا واسع وراح يصير طايح البنطلون، ممكن البس النايكي مثلا او الاديداس النيو بالانس كذي يعني، عشان يعني نوازن شوي الموضوع، لا يصير شكله وايد سبورتي ولا يصير شكله وايد يعني هذا اللي تي، عرفت؟ انا ما احب لانه هاللوك، فاحب هذا اللي بالنص يعني، فعرفتوا؟ فيا هذا اللي راح البسه يوم الخميس، فيا هذه لوكات هالاسبوع. ان شاء الله التنسيقات حلوه، حاولت ان انا انسق من اشياء انا اوريدي يمكن منسقتها من قبل، بس اني اغير فيها عشان ما تصير ان دائما مثلا قطع جديده او شيء شي، لا احس ان نلعب بالاشياء الموجوده يعني، عرفتوا؟ فيا هذا كان هو فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا، اذا حبيتوا اعطوا ثمبس اب، ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد، فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي. واهم شيء اهم شيء اهم شيء لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي، لان يا جماعه وي شود بي فريندز، احبكم وايد واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، ويلا باي.